اهلا بكم، هذا برنامجكم اخر النهار وانا معكم محمد الباس. في سؤال ملح جدا على اذهان كتير من الناس في مصر، وهو هل اصبحت السوشيال ميديا اقوى من مؤسسات الدوله؟ بمعنى انا عندي مشكله من المشكلات حصلت في جامعه، في وزاره، في يعني مؤسسه ما، فأروح على السوشيال ميديا أعمل فيديو وأقول يا جماعة الحقوني، يا جماعة أنا اتبهدلت، يا جماعة أنا حقي راح، فين الرئيس يجيب لي حقي، فين الحكومة تجيب لي حقي، وتدخل الناس تتعاطف وتبدأ تطالب بحق من يتحدث دون أن يسأل أحد نفسه هل هذا الشخص على حق ولا على باطل، هل اللي بيقوله ده صحيح ولا غلط. بعض الناس ممكن هتتهمنا بالقسوة، يعني يقولوا انت ليه مش منحاز للناس اللي عندها مشكلة، او ليه مش منحاز للناس اللي بتقول احنا اتظلمنا، او ليه مش منحاز للناس اللي بيقولوا هتولنا حقوقنا من الدولة. هقولك انه انا اول واحد عندما يثبت ان لشخص حق هقف وراه وهطالب بحقه من اي حد، من اول رئيس الجمهورية لاصغر واحد. لكن الشاهد انه السوشيال ميديا تحولت الى اداة ابتزاز للمجتمع ولمؤسسات الدولة. يعني ايه ابتزاز؟ يعني انا رحت اعمل حاجة منفعش، فاطلع عبر السوشيال ميديا ابتز هذه المؤسسة، ابتز هذه الوزارة، ابتز هذا الشخص عشان احقق مصلحتي. هتقول لي انت بتتكلم عن الطالب بتاع جامعة كفر الشيخ؟ اقول لك اه، بصراحة احنا تعاطفنا معاه في الأول واهتمينا بيه وخليناه يتكلم، وبعدين حصل موقف بالنسبة لي أثبت إنه هذا الشاب اللي ربنا يوفقه استخدم السوشيال ميديا وكتب البوست الطويل بتاعه لما قال إن هما بيتريقوا عليا وعلى شكلي عشان يبتز جامعة كفر الشيخ. إيه اللي حصل؟ إيه الدليل؟ إنه رئيس الجامعة، رئيس جامعة كفر الشيخ، لما كان موجود معانا هنا وقال ان انا هستناه في مكتبي تاني يوم وان احنا هنعالجه على نفقة الجامعة وحدد له ميعاد، ما راحش في الميعاد، ما راحش لرئيس الجامعة في الميعاد. ولما كلموه اللي هو الاخ احمد عمر، لما كلموه قال لهم اصل انا كنت نايم ما صحيتش. طب ليه ما صحيتش يا فندم وانت عندك ميعاد مع رئيس الجامعة؟ فقال لك اصل انا كنت يعني صاحي بقالي 50 ساعة وما رحتش. لا، هو ما راحش لرئيس الجامعة لانه الجامعة اخذت موقف حاسم وواضح انه اذا كنت صاحب حق هتاخده، اذا كان القانون بيقول انك ما ينفعش تدخل كلية تربية رياضية فمش هتدخل. فهو ايقن انه محاولة ابتزازه للناس عبر السوشيال ميديا ما نفعتش، فخلاص هيروح الجامعة يعمل ايه؟ راح لسيادة المحافظ وقعد معاه، وسيادة المحافظ راجل جبر بخاطره. فهنا سقطت السوشيال ميديا سقوط مروع في قضية الطالب بتاع كفر الشيخ. في النهاردة حاجة واحنا بنتكلم معاكم هتبقى حديث الناس في مصر. ليه؟ لأن المسألة مؤثرة جدا. فيديو برضو على السوشيال ميديا، فيه ولد واقف قدام دار رعاية، قدام دار أيتام، وبيصرخ وبيقول أنا مظلوم وهاتولي حقي، وأنا فين رئيس الجمهورية، أنت ما ترضاش باللي بيحصل للأيتام. ده الوقت عامل مشاهدات ضخمة جدا، وأنا متأكد أنه خلال مثلا ساعة ساعتين هيبقى حديث الناس في مصر. أوريكم الفيديو الأول، خلونا نشوف الفيديو الأول يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جيت بقرار من الأستاذ محمود شعبان واللواء هبة الأسرة والطفولة، جيت عشان أدخل الدار بتاعت المستقبل. الدكتورة مها عشان ليها واسطة حامياها في الدولة أخد حقها لينا. لو الدولة هتعمل فينا كده وإحنا نتبهدل عشان إحنا أيتام وما لناش حد، لأ، الظلم مش هنا. ولو الريس هيسمح ان كل واحد دي واسطه هيشوف نفسه على الايتام مش هينفع. انا معايا ورق ومعايا مستندات جاي بيها من القاهره ان انا ادخل دار الايتام، هنزلها دلوقتي. كل المشاهدين ارجوكم اللي يسمع الفيديو ده يشير،
عايز اوصل للرئيس عبد الفتاح السيسي. حضرتك انت مش هتبدا بالظلم مع وكيلة وزارة ظلم الايتام واخده حرام. اهو واحد بص بيصورني من الشباك. شايفين الظلم بيوصل لفين يا جماعة؟ شايفين الظلم اللي ابتدى يوصل لحد كده فين؟ فين المسؤولين؟ فين المسؤولين في الدولة؟ احنا هنترمي في الشارع ولا هنروح فين؟ فين المسؤولين؟ فين الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ حضرتك انت مش هتبدأ بالظلم؟ احنا متبهدلين والله العظيم، احنا متبهدلين من وكيلة الوزارة. أرجوكم اللي يسمع اللايف يشير، نفسي أوصل للرئيس عبد الفتاح السيسي أو الدكتور أول حاجة. اللي بيتكلم في الفيديو ده شاب اسمه أسامة سعد السيد، عنده 19 سنة. لما تسمع كلامه واللي هو بيقوله لازم قلبك يتخطف. انت قدام شاب متعرض لانه يتشرد، فين المسؤولين؟ فين الرئيس؟ فين الحكومة؟ احنا مش هنترمي في الشارع. طبيعي الناس هتشير ده، وطبيعي الناس هتبدأ تطالب وتقول يا جماعة فين حق ده. طيب السؤال اللي انا بساله كاعلام، هل اسامه له حق؟ هو قال فين المسؤولين؟ خلينا نروح احنا للمسؤولين ونسمع من الصديق العزيز دكتور محمد العقبي المستشار الاعلامي لوزاره التضامن. دكتور عقبي اهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا دكتور محمد، تحياتي لحضرتك، ويعني دي اول فرصه ليا معاك على النهار، يعني اسمح لي ولو متاخر ان انا اهني حضرتك على البرنامج، ويعني احنا سعداء جدا أشكرك. بالتواصل معاك ومع جمهورك المحترم. اشكرك. انا عرضت للساده المشاهدين فيديو، المعلومات اللي عندنا انه يعني لشاب اسمه اسامه سعد السيد عنده 19 سنه واقف قدام دار رعايه او دار ايتام وبيقول انه انا معايا ورق ومعايا مستنداتي وعايز ادخل ووكيلة الوزاره بتفتري عليا، فين المسؤولين؟ انت المسؤولين اهو. ايه الحكايه بقى؟ عايز اقول لحضرتك يعني ثلاث نقاط اساسيه في مساله اسامه. اسامه واحد من ولادنا، واؤكد على هذه الكلمه، من ولادنا اللي احنا حريصين جدا على مصلحته. ومعالي وزيره التضامن الاجتماعي الدكتوره نجين القباز شاهدت الفيديو منذ نزوله في اللحظات الاولى، يمكن في الدقائق الاولى لنزوله، وتواصلت مع مديريه الاسماعيليه، وهي سيده من اكفأ السيدات ومدير المديريات في وزاره التضامن الاجتماعي. وتم التباحث في حاله اسامه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان اسامه واحد من ولادنا اللي احنا كمان نعرفه كويس جدا على مدار السنوات اللي فاتت. وانا ارسلت لزميلي الاستاذ حازم فيديوهات لاسامه سابقه، وفيديوهات هو نفسه بيتكلم فيها عن تعاون الوزاره معاه. واسامه واحد من ولادنا اللي احنا بنسعد بيهم. لو عندنا الفيديو ده جهزوه لنا يا شباب لو سمحت. اتفضل يا دكتور. اسامه كان عنده خلاف في مع مديره المديريه بالفعل، وسبق انه طلب انه يلحق بمؤسسه في بني سويف، والحق بمؤسسه في بني سويف، وبعدين رفض الاستمرار هناك، فطلب انه ياخد شقه وانه يروح اسكندريه، وبالفعل وفرنا له شقه. احنا عندنا الطلب اللي هو عمله ده يا دكتور عقبي، يعني عندنا الطلب ده يا شباب، وريه لنا. وتقرير رسمي انا ارسلته لزميلي الاستاذ حازم. في تقرير عن استلامه للشقه وفيديو ليه هو عامله بنفسه وهو ده الطلب الاولاني اهو، خليني اقراه برضو للساده المشاهدين. يعني بيقول حيث ده طلب قدمه اسامه، بيقول حيث انني ارغب في انهاء اقامتي وايداعي بالرعايه، ده موجهه لرئيس مجلس امناء مؤسسه التكافل الاجتماعي باسماعيليه. حيث انني ارغب في انهاء اقامتي وايداعي بالرعايه اللاحقه لرعايه البنين بالمستقبل، وذلك لرغبتي في الانتقال للاقامه بقريه اس او اس بمحافظه الاسكندريه. وبيقول حيث انني ابلغ من العمر 19 عام ولدي القدره على الاعتماد على نفسي، ولرغبتي في الحصول على فرصه عمل للتكسب منها والصرف على نفسي والاستقلال بمعيشه مستقله خارج الدار، حيث انني لدي القدره على العمل والكسب. تمام. يعني يا دكتور عقبي، هو كان موجود في اسماعيليه وطلع من اسماعيليه راح بني سويف، وبعدين في بني سويف قال انا هروح اسكندريه. ووفرنا له بالفعل وظيفه في مصنع البان. تمام. ومساعده شهريه واكله وشربه واقامته وايجار المكان وكافه
الامور التي تمنحه القدره على الاندماج في الحياه الطبيعيه، وهي دي فلسفه الوزاره. النقطه الجوهريه في هذا الامر الابن اسامه بلغ 19 سنه. تمام. 19 سنه بيعني انه تجاوز مرحله الطفوله وبقى فوق ال 18 سنه، وهنا لازم يخرج من دار الايتام الى دار الرعايه اللحظه. تمام. وبالفعل خرج للرعايه اللحظه، ثم بعد كده بقى بيدخل في مرحله الدم، وان احنا نوفره. هو بيقعد في المرحله اللاحقه دي قد ايه؟ حسب، بتتراوح يا دكتور حسب القدرات والمهارات وقدرته على الحصول على فرصه عمل وانه يتجوز ويستقل في حياته. احنا عندنا تجارب كتير جدا ناجحه الوزاره بتشتغل عليها في الرعايه اللاحقه، ناس كتير من ولادنا اللي كانوا في دور الايتام. هو هنا وهو طالع من الـ من الـ 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 الجواب الاولاني ده يا جماعه، الطالب الاولاني في شهر يونيو 2020، شهر يونيو اللي فات ده، هو بيقول فيه يا دكتور انه لرغبتي في الحصول على فرصة عمل للتكسب منها والصرف على نفسي والاستقلال بمعيشة مستقلة خارج الدار. بالظبط، وده حصل، والفيديو بتاع استلام الشقة موجود عند حضرتك. هنزيعه وصوره على البحر وهو مستمتع ولابس حتى الكمامة، يعني الامر حديث، هو فرحان باسكندريه وبجو اسكندريه. تمام. يعني اسامه انا اعرف قصته كويس، وزملائي في الوزاره يعرفوا اسامه كويس. طب حلو قوي، متابع الامر كويس. طب حلو، احنا متابعين وشايفين، وهو الراجل الطلب معانا هو بيقول انا عايز استقل واصرف على نفسي واستقل بحياتي. ايه الفيديو ده؟ يعني ده الفيديو ده ايه ظروفه؟ يعني ليه هو النهارده بيصرخ وبيقول الحقوني وانا هبقى مشرد؟ هو اولا في خصومه بينه وبين مديره المديريه لاسباب لا يعلمها الا اسامه. يعني هو الوقت الفيديو ده هو قدام الدار دي في اسماعيليه ولا فين؟ هو غالبا قدام المديريه، قدام مديريه التضامن. يعني المبنى ده انا ما زرتوش قبل كده، وما اقدرش اقول لحضرتك اذا كان ده دار الايتام ولا مديريه التضامن، بس هو في اسماعيليه. دار تابع. طبعا هو في الاسماعيليه. وعايز اقول لحضرتك يا استاذ يا دكتور محمد، احنا برضو علشان حضرتك تبقى في الصوره، وهو انه في الاخر المصلحه القضلى للابن من ابنائنا هي اللي بتكون غالبه علينا في اتخاذ القرار. ايوه يا دكتور، يا دكتور انا واثق من ده. استنى يا دكتور، انا واثق من ده تماما، بس انا اقصد هو دلوقتي لما راح اسكندريه وخد الشقه وكان على البحر وبتاع، هو دلوقتي ساب اسكندريه ورجع اسماعيليه تاني وبسجل ده في اسماعيليه وبيقول الحقوني. يا فندم، وساب وما رضيش يلتحق بفرصه العمل اللي وصلها. هو هنا في اسكندريه، صورته على البحر في اسكندريه وبالكمامه، يعني بنتكلم في الشهر اللي فات ده مثلا او الايام اللي فاتت. طيب هو ساب اسكندريه وما خدش فرصه العمل اللي انتوا وفرتوها له في مصنع الالبان، وراجع اسماعيليه تاني عايز يدخل دار الرعايه دي. وطبعا لا يجوز لمديره المديريه انها تلحقه لدار الايتام وهو عنده 19 سنه، لانه هو خرج لانه تجاوز سن الطفوله. واحنا فلسفه الوزاره ان احنا اولادنا اللي بيتجاوزوا سن الطفوله وخلاص بيبقوا رجاله بنبدا نلحقهم بالرعايه. ده انا معاك، انا بس انت عارف هنا السعي ايه، ان احنا نبقى فاهمين. يعني هو دلوقتي خليني الخص مع حضرتك للساده المشاهدين، يعني هو كان موجود في دار الايتام في اسماعيليه، وبعدين خرج من اسماعيليه راح بني سويف، ما حبش يقعد في بني سويف، قال ودوني اسكندريه عشان فرصه عمل وان انا استقل بحياتي. راح اسكندريه واستلم الشقه وبعدين ما عجبوش الحال، فراجع الوقت اسماعيليه عشان يدخل دار الايتام اللي غير مسموح بدخولها ليه لانه فوق 19، فقعد عمل الفيديو ده. القصه دي سليمه كده؟ سليمة كده يا فندم. سليم. طيب انتوا هتتصرفوا ازاي بقى برضو معاه، لانه انتوا بتقولوا ابننا، فهنتصرف معاه ازاي، خاصة ان انا عندي ومش عاوز حد من السادة المشاهدين يقولوا هو انت هيطالب بحقه فهتطلعوه مش عارف ايه. انا عندي تقرير يا دكتور جاني بيه التقرير عن الحالة النفسية ليه، يعني ان هو انه يعني بيخضع ليه علاج نفسي حاليا، فانتوا هتعملوا معاه ايه؟ هو اسامه وجهت معالي وزيره التضامن الاجتماعي بالحاقه بالرعايه اللاحقه في الاسماعيليه. تمام. يعني اذا هو كان حابب الاقامه في الاسماعيليه فاحنا هنوفر له فرصه الالتحاق بالرعايه اللاحقه، ودول الابناء اللي بيكونوا فوق 18 سنه. تمام. بيكون وجودهم مؤقت
سواء لان احنا بمناسبه التدخلات النفسيه، احنا طول الوقت بنوفر لاولادنا التدخل النفسي والاجتماعي والصحي علشان نبقى ضامنين ان هم يكونوا اسوياء وان هم يكونوا بيتمتعوا بلياقه نفسيه وصحيه واجتماعيه جيده تؤهلهم للدمج المجتمعي. فاحنا برضو هننفذ برامجنا النفسيه والاجتماعيه مع اسامه، وهو في النهايه ابن من ابنائنا يعني. لا صحيح صحيح، مهما كان الانطباع اللي بيصل للناس من هذا الفيديو، يظل اسامه واحد من ولادنا. صحيح. واحنا في الوزاره كلنا بما فينا مديريه الاسماعيليه وعلي وزيره التضامن وكل زملائنا في الوزاره بنعمل في خدمه ابنائنا، مش عايزين اكتر من ان احنا نوفر لهم احسن خدمه ونقدم لهم اكبر فرصه لانهم يعيشوا حياه اكبر. احنا بنفكر في اسامه وهو عنده 40 سنه و50 سنه، وانه يكون اب لابناء ويكون عضو منتج ونافع في المجتمع. صحيح. ده اللي شاغلنا، عشان كده بنحاول نوفر له السبل لهذا الامر. يعني الوقت معاه ولا نظلمه بالظبط. يعني القرار انه الدكتوره نيفين القباج وجهت بانه يتم الحاقه بدار الرعايه اللاحقه، مش مساله ان هو زي ما عاوز يدخل دار الايتام، لانه مش من حقه يدخل دار الايتام. فتم التوجيه وهيتم تنفيذ ده. بالظبط يا فندم. بالظبط. انا بشكرك جدا دكتور محمد العقبي المشار الاعلامي لوزاره التضامن. هنا اللي احنا عايزين نقوله ايه؟ الناس انفعلت. يعني انا الفيديو ده لما ناس بعته لي مباشره، ناس كانت منفعله جدا، ارجوك خلينا نشوفه لو نقدر نساعده، نقدر نعمل له حاجه، انه فيه يعني حاله ظلم ليه، في حاله قسوه عليه. شغلنا احنا اللي الناس بتطالبنا بيه، بس للاسف الشديد لما بنعمله بيلومونا. يعني اللي هو يقول لك ايه الاعلام ده عاوزين نعرف الحقيقه، لما بنقول الحقيقه الناس بتزعل، لانه هنا الناس عايزه تفضل وراء هذه المظلوميه، ان احنا قدام شاب، هذا الشاب مظلوم، هذا الشاب هيترمي في الشارع، هذا الشاب الدوله بتاكله، هذا الشاب محدش بيبص له، رغم انه زي ما حضراتكم سمعتم بالاوراق وبالصور، بلاش حتى نزيع الفيديو وهو بيستلم شقته، لانه انا اعتقد قدمنا لحضراتكم ما يدل على انه في النهايه طلع كان في اسماعيليه، قال لهم لا مش هقعد في اسماعيليه، عايز اروح بني سويف، بني سويف ما ريحتوش، طب انا لازم اروح اسكندريه، راح اسكندريه عشان هو عنده 19 سنه، ما خدش الشغل اللي هم وفروه له ولا السكن اللي هم ادوه له، وراجع تاني اسماعيليه عشان يدخل دار الايتام، طب انت مش من حاجة تدخل دار الايتام؟ فوقف عمل هذا الفيديو اللي بيصرخ فيه وبيقول للناس الحقوني. احنا مع الحقيقه يا جماعه حتى لو كانت قاسيه ومرة. فالناس اللي هيقعدوا يتداولوا هذا الفيديو النهاردة ويطلع ده فيديو لازم هيتزع النهاردة في الجزيرة ومكملين ومش مكملين والكلام ده، ما تنخدعوش طول الوقت، وحاول تسأل نفسك سؤال، هل السوشيال ميديا دي الوقت بقت وسيلة ابتزاز ولا هي وسيلة لإظهار الحقيقة؟ أنا أعتقد من كام نموذج إنها وسيلة ابتزاز. طيب عندنا برضو موضوع مهم جدا جدا يمس الناس او يمس عدد كبير جدا من الناس في مصر. امبارح كان في اجتماع مهم عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان حاضر الدكتور مختار جمعه وزير الاوقاف. في البيان الرسمي اللي صدر عن هذا الاجتماع انا توقفت عند جمله مهمه جدا، او بالاحرى جملتين. الجمله الاولى بتقول انه الهيئه، هيئة الأوقاف الهيئة اللي هي بتدير الوقف أموال وأراضي ومساكن الوقف في مصر، إنه هذه الهيئة شهدت نقلة نوعية خلال العام المالي 19-20 بتحقيق أكبر عائد سنوي في تاريخها. دي الجملة الأولانية كويسة؟ آه طبعا كويسة، جملة حلوة. طيب الجملة بقى اللي محتاجة إيضاح، وبعض الناس بدأوا يتحسسوا جيوبهم، هي ايه؟ كانت انه الرئيس وجه بالتمسك بالنهج الثابت بصون وتعظيم عوائد هيئة الأوقاف اللي جاي بقى ده مهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصبح جميع المعاملات المالية الخاصة بمال الوقف طبقا للقيمة التجارية الواقعية بيعا أو شراء أو تأجير. الجملة الأخيرة دي تهم ناس كتيرة جدا جدا، ولذلك كنت حريص على التواصل
مع معالي وزير الأوقاف، وهو يعني أخ وصديق عزيز، عشان نوضح للناس هو إيه الحكاية. لأنه في بعض الناس قال لك إيه حكاية أنه المعاملات الخاصة بمال الوقف طبقا للقيمة التجارية الواقعية، بيع وشراء وتأجيل. خلينا نرحب بمعالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. أهلا بيك يا معالي الوزير. أهلا يا دكتور محمد بحضرتك وبالسادة المشاهدين، ودمت موفقا. أهلا بيك يا فندم. يعني إحنا عندنا نقطتين. النقطة الأولانية هذا حقك وحق العاملين في هيئة الأوقاف المصرية، وهو أنه الهيئة شهدت نقلة خلال العام المالي 19-20 حققت أعلى عائد في تاريخها. فطمنا على ده يا فندم. أولا بشكر سيادتك. الحقيقة دايما زي ما احنا بنتناول الجوانب التي تحتاج الى تنويه او تنبيه، او عندما يكون هناك تقصير ننبه على جوانب التقصير، فجزاك الله خيرا واكرمك، من باب الانصاف عندما يبذل الناس جهودا ان يذكر لهم ما يبذلون. صحيح. الحقيقه يمكن ده كمان دلاله الرقم ان في ظل ظروف اقتصاديه يعاني منها اكثر دول العالم. وفي ظل ظروف احداث كورونا التي مرت بها البلاد. تمام. عندما تحقق هيئة الأوقاف، ودي أرقام ليست أرقام عادية، يعني كلام إنشاء، أرقام موثقة وكل الأجهزة تعلم ذلك. عندما تحقق أعلى عائد سنوي في تاريخها منذ إنشائها بمبلغ بقيمة 1,546,000,000 جنيه. مليار و546 مليون جنيه. دول بزيادة حوالي 86 مليون عن العام الماضي. العام اللي كان قبله كان 1,200,000,000، اللي قبله 900. الانتقال ده كان من كام يا دكتور؟ من حوالي 675، من قبل تولي سيادة الرئيس. يعني كان عائد يا فندم، كان عائد قبل تولي الرئيس عائد هيئة الأوقاف 675 مليون تقريبا. 675. يعني هو ينتقل من 675 إلى الآن في ظل تولي سيادة الرئيس وتعظيم مال الوقف وعودة هيبة الدولة في عهد سيادته، ينتقل من 675 إلى 1,546,000,000. خد بالك حاجة تانية. اتفضل. ده صافي الإيرادات من إيجارات وعوائد استثمارية. إضافة إلى 460 مليون من مستحقات مال البدل، دي اللي هي الأصول. تمام. يعني إجمالي إيرادات الهيئة تجاوز 2 مليار جنيه ما بين مستحقات أصول وإيرادات أرباح. تمام. أدي حاجة. الحاجة التانية، في شهر 6 الماضي ده اعلى عائد شهري في تاريخ الهيئه منذ انشائها. باجمالي ايرادات اللي هي متحصلات 275 مليون جنيه. في حاجه تانية بقى اطمن حضرتك عليها. في شهر يونيو، شهر 6 العام الحالي. الاهم بقى ده، انتوا كده كده الكورونا ما جاتش عند الهيئه خالص يا مولانا. الحمد لله. الحمد لله. مصر كلها من كل سوء. الحمد لله. نقطه ثانيه مهمه جدا يا دكتور محمد. فضل. الاهم بقى ان احنا، طب اقول لك على حاجه، سامعيني في الهيئه، هل تعلم ان انا باخد بيان يومي؟ مش بيان شهري ولا بيان اسبوعي، بيان يومي بإيرادات الهيئة ومتحصلاتها. تجيني رسالتين، رسالة من المسؤول المالي ومن مدعم الهيئة، وعاملين حاجة بقى عشان نعظم الإيرادات. بنيجي في شهر 7/2020 و7/2019. الحمد لله شهر 7/2020 حققنا إيرادات تزيد أربعة زيادة. أنا بقول لك 19/20 ده كان اعلى عائد في تاريخ الهيئه. شهر 7 اللي هو اول شهر في العام المالي الجديد يزيد 130% عن نظيره من العام السابق. تمام. وباذن الله شهر 8 هيزيد عن نظيره من العام السابق. في نقطه مهمه جدا. طيب. كان في مره كده حصلت ازمه وكانت النسبه اللي بياخدها موظفه الهيئه 15%،
لا تكفي مرتبات العاملين. اه. وكانوا يستلفوا من الوزاره من مال البدل في سنه استلفوا 67 مليون عشان يكملوا اخر شهرين مرتبات العاملين. تمام. السنه دي ال 15% طبعا كفت كتير. الهيئه كفت بفائض 14 مليون وتم سداد 10 مليون من ما استلفوه سابقا. اللي خدوه من الوزاره قبل كده. بداوا يسددوه. طيب. المهم الحمد لله الحمد لله اضافه بقى الى المشروعات اللي بنقدمها ممكن كده مره مع سيادتك تروح سوق المطريه اللي سكننا عملنا جزئين جزء اجتماعي للباعة الجائلين وجزء استثماري يغطي العمل الاجتماعي فالحمد لله لكن بقى الاهم ده في الهيئه محمد. ايوه الجمله بقى الثانيه معالي الوزير اللي هي كانت مقلقه شويه لناس كتير وانت عارف اللي هم اللي هم اللي موجودين في الشقق بتاعه الاوقاف المحلات بتاعه الاوقاف الاراضي بتاعه الاوقاف ومن سنين طويله جدا لقينا انه الكلام توجيه الرئيس بيقول تصبح جميع المعاملات الماليه الخاصه بمال الوقف طبقا للقيمه التجاريه الواقعيه بيع وشراء وتاجير ايه بقى الحكايه دي انا هقول لك حاجه اتفضل ويمكن في اي تستضيف من تحب من علماء اي عالم فقه لا يستطيع عالم في الدنيا عالم واحد ان يفتي بان مال الوقف لا يعامل بالقيمة السوقية وان الواجب الشرعي ان يعامل بالقيمة السوقية تمام الراجل ده قال انا هوقف الفتان ده على متحدي الاعاقة هوقف الفتان ده على متحدي الإعاقة تمام وبهذه المناسبة ولم يكن مؤتبا إن أنا أقول ده مع سيادتك اتفضل لكن هي جت كده قدرا رزقهم في هذا اللقاء اتفضل احنا قررنا من موازنة العام المالي 2021 اللي بدأت في شهر 7 إن نخصص 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة من مال البر لصندوق عطاء لذوي الاحتياجات الخاصه ومتحدي الاعاقه. تمام يا فندم، اشكرك على الخبر ده وعلى القرار طبعا. المهم القصه ايه؟ الراجل قال لك الارض او الفدان ده واقف ليه متحدي الاعاقه. الراجل لما وقف الفدان من 100 سنه كان ايجار الفدان 30 جنيه. تمام. بس او 60 جنيه. ماشي. كان مرتب المعلم ايامها 6 او 7 جنيه. تمام. فكان ده تقريبا قريب من مرتب المعلم لسنه. طب بالله عليك ال 60 جنيه كان ايامها تسد مصاريف ايه؟ طب لو انا جيت بعد اخد ال 60 جنيه الان اعمل حاجه؟ الراجل ما اوقفش الفدان على الزارع ده اوقفه على متحدي حاجه ثانيه اجيبها سهل قوي. اتفضل. الراجل قال الفدان ده لاثنين يحفظوا القران لابناء القريه. الفدانين ب 120 جنيه. تمام. ال 10 جنيه شهريا ايامها كان تكفي مرتب اثنين يحفظوا القران. كويس. هل انا ينفع الان بعد 100 سنه او 50 سنه او 80 سنه اخد 120 جنيه وادي كل واحد 5 جنيه؟ لا طبعا. لكن لو انا اجرت الفدانين دول بسعر بقيمته اليوم النهارده هاجرهم ب 24,000 جنيه. تمام. يبقى اقدر ادي للمحفظ اللي هيحفظ ابناء القريه 1000 جنيه. تمام، يعني انا عندي هنا مولانا، انت عارف لان الحكايه دي دقيقه فخدني كده براحتي مع حضرتك. يعني الحكايه دلوقتي شرعا انه لا احد من الفقهاء اطلاقا يقول انه الوقف ده اللي موجود ما يتعملش بيه القيمه الوقتيه او القيمه الحاليه. تاني حاجه انك بالمنطق بتقول انه اللي كان بيتم وقفه من 100 سنه ب 10 جنيه ما ينفعش يتم الاستمرار على ال 10 جنيه دي، طب انتوا هتتصرفوا اجرائيا ازاي؟ ما انا هقول لحضرتك. اتفضل. اذا حاجه ثانيه انا عندي حالات عرفت بالاسم حتى في قريتي. الراجل بنى المسجد. ده قريه في بني سويف. واوقف فدانين على المسجد. لو انت اجرت الفدانين بالقيمه السوقيه مثلا الان حوالي ما بين 20 و 25,000 جنيه. بعد 20 سنة بقى عندك تقريبا نص مليون جنيه. تمام. تقدر تعمل صيانة أو إحلال وتجديد أو تقدر تصرف على صيانة المسجد وتجديد المسجد. تمام.
لكن لو الراجل قعد بالفدانين ب 120 جنيه يعمل حاجه في 10 سنين ب 1200 جنيه يعملوا ايه؟ مش هيعمل حاجه. مش هيعمل لا تستطيع. اذا الحاجه لو انت ما اجرتش بالقيمه العادله انت تضيع صورة الوقف وتخلي الناس تحجم عن الوقف. تمام. حد هقول لك على حاجه. اتفضل. قال انا هنفق على الطلاب المفادين للخارج او المبعوثين او طلاب الجامعه. كل هذا لا يتحقق الا بالقيمه العادله. تمام. بالمناسبه انا على قناعه شرعيه تامه بيني وبين الله بان مال الوقف لا يسقط بالتقادم وان يجب ان يكون بالقيمه السوقيه العادله وبالعقل والمنطق وبالدنيا كلها. هذا منطق الدين والصرع ولا يماري فيه احد. تمام. وبالمناسبه اليوم يعني خلال دقائق ربما من انتهاء المكالمه انا مضيت الان من 10 دقائق القرار الوزاري التنفيذي لتوجيهات سيادة الرئيس ويعمل به من صباح الغد. من صباح الغد. لن يجدد عقد ولا يبرم عقد على الاطلاق بيعا او ايجارا او حق انتفاع او باي تعامل بغير القيمة السوقية الحالية بتاع دلوقتي العادلة. تمام. وسينشر الخبر خلال ربما اقل من ساعة ان شاء الله او خلال ساعة. طيب طيب يا مولانا، يعني انت القرار التنفيذي انه اي حد دلوقتي يعمل عقد بيع ايجار انتفاع هيبقى بالقيمة الموجودة. الناس اللي هم عندهم جديد. الناس اللي عندهم عقود ايوه الناس اللي عندهم عقود بقى يعني انا واخد شقة من حضراتكم وعامل عقد، ايه اللي هيحصل؟ ما انا بقول لحضرتك شوف، اي عقد الارض الزراعيه بحكم القانون لم يعد لها امتداد. انا واحد واخد مني عقد امتداد امتداد للورثه يعني. لا لا للورثه ولا لغيرهم. يعني عايز اقول ايه، زي نظام السكن القديم والسكن الجديد. ده لا ينطبق على الارض الزراعيه. تمام. الارض الزراعيه بحكم القانون صارت للعرض والطلب. انا واحد واخد مني عقد لمده سنه. كويس. هينتهي عقده هجدد له بالقيمه الجديده. يعني واحد واخد عقد، واخد واحد عقد 3 سنين. العقد شريعه الايه؟ المتعاقدين. يعني يعني هنا يا فندم القرار التنفيذي اللي حضرتك عملته هيبقى للعقود الجديده، انا اخدت عقد لسنه بعد ما يخلص بالقيمه الجديده، 3 سنين يعني بالقيمه الجديده. طب كويس. واخد عقد، ما العقد انا اديت لك عقد 3 سنين ومضيت وانت وقعت. تمام. مش هطبق عليك باثر رجعي وادخل في قضايا. حلو كده. هيمتد ده عقد وقانون. تمام. هكمل عقدك على القيمه القديمه. اول ما يجي عند التجديد. نعمل عقد جديد بقى. اللي معاه عقد قديم سنه خلص. ايوه. باقي لك شهرين، باقي لك ثلاثه، باقي لك سنه حتى؟ باقي لك سنه. يخلص. العقد بتاعك سنتين وحاطط لك مثلا تاخد السنه الثانيه ب 20% وب 15%. ايوه. احنا ملتزمين بالتعاقد شرعا وقانونا. صحيح. يعني عندما لكن عند تجديد العقد، انتهى العقد، هتيجي تجدد عقد، او عند ارض انا بجد او مباني بعملها جديده او اي شيء بالقيمه السوقيه العادله يعني العاديه الفعليه. يعني من صباح الغد اي عقد هيحرر مع هيئه الاوقاف المصريه او يجدد فبالقيمه الحاليه العادله. تمام. وعلى اساس شرعي وقانوني. تمام. طيب الحمد لله، يعني دي نقطه واضحه، اكيد في تساؤلات هتيجي كتير عليها لكن دي واضحه، لكن ما ينفعش تبقى معانا. طيب. كل حاجه ثانيه مهمه جدا. اتفضل. احنا دكتور لو تلاحظ، لو تراجع التاريخ اللي احنا عملناه، احنا مشينا الفتره اللي فاتت راعينا اوضاع معينه وتدرجنا احنا، يعني خدت بالك؟ لكن انا الاوان ان كل حد ياخد حقه. صحيح. اقول حاجه كده. اتفضل. مره حد من الزملاء، زملائنا الاعلاميين، زملاء حضرتك، طرح سؤال كان اول ما جيت ارفع القيمه الايجاريه. وقلت صح ايامها ب 4000. سالوا سؤال بيقول له الارض الفلكه بكام؟ قال له وزير الاوقاف هيرفع القيمه الايجاريه. قال له الارض الفلكه بكام؟
قال له ب5000 او ب6000. قال له وزير الاوقاف عايز يفعل كام؟ قال له ب4000. قال له انه بيأجر ب5 او ب6 بيكسب ولا ما يكسبش؟ قال له بيكسب. ما هو لو مش بيكسب هيأجر ليه؟ يا دكتور لو انت عندك شركه ما بتكسبش هتأجر بخساره؟ لا طبعا. لا قال له طبعا. طيب لو اللي بيأجر ب6 بيكسب يبقى اللي كان بيأجر ب4 بيكسب اكتر. قال له بس دي ارض اوقاف. حلال يعني. عايز اقول أيه. بل بالعكس اقول لسيادتك على حاجه بقى. اتفضل. هنمنع التلاعب. بعض الناس كان بيأجر مثلا بالاوقاف ب6000 والقيمه السوقيه ب10. فيأجر من الباطن هو. وياكل مال اليتامى ومال بيت ربنا والسحت. وانا اقول لحضرتك فتوى على الهوا. قول لي. انت رزقك واسع معايا النهارده يا دكتور محمد. يا حبيبي يا حبيبي ما احنا اصل احنا الود موصول انت عارف يعني. الجانب الاول اللي قلته لك اللي هو 50 مليون ده صندوق عطاء. تمام ده خبر حلو اهو خبر انفراد لينا في اخر النهار يا جماعه تموا بيه ده. عشان الناس تقول فلوسنا بترصين. تمام. التاني بقى فتوى شرعيه. من يستحل التعامل مع مال الوقف بدون القيمه السوقيه او يحتال على ذلك فهو اكل للسحت. تمام. ياكل سحت لان بياكل مال اليتامى. طبعا. والخلابه. والفقراء. وخلي بالك. احنا ادارتنا المال الوقف امناء على توصيل امانه الواقفين للمستحقين. صحيح صحيح. اللي اوقف اوقف لله. انا هقول لك حته ثانيه. اتفضل. كل من يحاول ان ياخذ شيئا من الوقف بغير حق يحارب الله ورسوله. طيب اخر دخل في السحت. ما انت ده لا ده انت وصلته الى انه بيحارب الله ورسوله ده دول تحدي يعني يطبق عليهم الحرابه. لا يعني طبقا للنص القراني يعني. لا 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 طبعا يعني لا يعني احنا بنقول هنطبق القانون. لكن احنا بنحافظ. اصل اقول لك على حاجه. اتفضل. الواقف القصه في ايه بقى؟ انت وقفت شقه لله او قطعه ارض. الفقهاء بيقول لك ايه؟ خرجت من ذمه صاحبها وملك صاحبها ودخلت في ملك الله. صحيح صحيح. فانت هنا فاللي بيعتدي هنا بيعتدي على ملك الله. على ملك الله. ثاني حاجه انت عارف انا كنت بدي نموذج تاني بقول الراجل لقى ست معاها ايتام وغلابه. فواحد مات اعطاها 20 جنيه. لو واحد تاني عنده ضمير يقول طب 20 جنيه انا كمان اديها 10 واقتدي بيه واحسن للست دي. صحيح. انما بص اخ واخد منها خاطف ال 20 جنيه منها وجاي. او خد ال 20 واعطاها 5 ومشي. فمن يعتدي على مال الوقف يعتدي على حق الايتام والمساكين والفقراء وعلى عمارة بيوت الله. ويعتدي على الخير ويثبت الناس عن عمل الخير. طيب. لكن الناس لما تشوف احنا بندخل يا دكتور محمد. تفضل. حاليا في 10 مدارس على وشك الانتهاء مع التربية والتعليم. لما بندخل في بناء المدارس دفعنا 50 مليون جنيه للعمالة مساعدة في صندوق العمالة غير المنتظمة نتيجة احداث كورونا. احداث كورونا صحيح. ده من مال الوقف. مال الوقف موقوف كمان على خدمة الدعوة. جزء الأعظم منه على خدمة الدعوة. هل تعلم سيادتك ان في موازنة 2021 مبلغ 677 مليون جنيه لتحسين احوال الأئمة والدروس والعمل الدعوي من مواردنا الذاتية من ريع الوقف. يبقى مال الوقف يبقى هنا هنا لابد من صيانته. طيب انا برضو حرصا على وقت حضرتك بس ما ينفعش يبقى معانا من غير ما اسالك عن الموضوع برضو المهم جدا وهو احنا ان شاء الله الجمعه الجايه عوده صلاه الجمعه في المساجد بشعائرها وينتهي من يومها ان شاء الله اذان النوازل. لكن الناس مشغوله ببعض الحاجات يعني مثلا انا عارف ان انتم مستعدين كتير جدا بس في جزئيه مهمه هنا انه في النهايه هيبقى في زحام فانت في تقول للناس في تخوف ان الناس مشتاقه بعد هذه الشهور
فممكن نلاقي زحام ضخم جدا في صلاة الجمعة، اللي هو الزحام الذي يخالف الإجراءات الاحترازية والوقائية. يعني تقول للناس في ده إيه من الوجهة الشرعية يا فندم؟ سيادتك أحسن، أولا لسبب إحنا لما جينا نعيد الصلوات كان في تخوف أكبر من كده طبعا، ولكن بجانب توعية سواء من قبل الوزارة أو من قبل الزملاء الإعلاميين ووسائل الإعلام اجتزنا الصعوبة ومرت بخير. تمام. وده اللي شجعنا نفتح صلاة الجمعة. احنا بنعول على وعي وذكاء المواطن المصري وسعة افق الدين وفهم الدين. احنا بنقول ايه؟ في الاوقات الطبيعية مفيش فيها جوائح ولا نوازل ولا كورونا، صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل مكلف. تمام. لكن في الاوقات العادية لها احكامها ولها ظروفها. احنا بنقول كبار السن صلي في بيتك، اصحاب الامراض المزمنه صلي في بيتك، من تخوف من المرض قال لك يا عم انا ممكن لسه الدنيا ما تمرضش انا خايف على نفسي فاصلي في بيتي تخوفا او تخوطا، هل في ما هو ابعد واذكى من ذلك بقى؟ لو كلنا نزلنا هنأدي للتزاحم، والتزاحم لا تحمد عقباه. طب انا عشان عندي سعه افق وفاهم الدين صح انا سأمسر خيري ومش هنزل بنية ان انا معملش تزاحم على المسجد، لان احنا لو المساجد رجعت بكامل طاقتها الناس كلها تصلي. لكن لما هنقول ان على بين الواحد والتاني متر او متر ونص تقريبا باقل من 50% من طاقة المسجد، اقل طبعا، يبقى هيجي الدكتور البازي يقول انا هصلي الجمعة في بيتي يا ربي مش تكاسلا ولا كاسل مني، بس انا عشان ما اعملش تزاحم عشان افوت التزاحم ده بقى حاجتين عشان الجمعه تستمر وما تضطرش تغلق المساجد. انا في بعض الدول وانت اكيد قرات الجمعه الجايه هتغلق بعض المدن اغلاق كامل بالظبط. ومصر عشان بناكد من 1 ديسمبر ما حدش هيدخل لمصر ولا سائح ولا وافد الا بالبي سي ار. صحيح. لان في بعض الدول بدات الموجات فيها تتصاعد وتعلو. يعني حضرتك بتوجه هنا رسالة لبعض الناس اهو، يعني اللي متخوف او المتحوط او اللي عنده امراض مزمنة او اللي هو عاوز يخفف الزحام او عايز يقصد او يقول يا اخوانا انا حبا مني في بلدي وفي كذا انا هصلي في بيتي منعا للتزاحم، لا حرج علي ولا اسم عليه. وبالمناسبة مركز الازهر للفتوى طلع بيان تفصيلي في الكلام ده. تمام. تناقشت مع فضيلة المفتي يوم الهجرة واقر هذا الكلام في وجود السيد نقيب الاشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية. تمام. يعني مفيش حرج فرعي. تمام. ولكن افترض انت نزلت الجامع ولقيت زحمة ارجع صلي في بيتك. طب هتنزل الجامع يبقى بالكمامة والمصلية وباجراءات التباعد ومفيش دورات مياه ومفيش ملحقات حتى يكون الناس على بينه، ونشكر سيادتك على هذه. يا فندم انا اللي بشكرك جدا، ولينا لقاء قريب ان شاء الله بعد بقى نجاح تجربه عوده صلاه الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله دكتور. بشكرك معالي وزير الاوقاف دكتور محمد مختار جمعه، اعتقد ان دي كانت مداخله مهمه جدا فيما يتعلق بموضوع بيشغل ملايين المصريين في مساله مال الوقف، الناس اللي واخده شقق، الناس اللي واخده اراضي، الناس اللي واخده محلات. اي من بكره القرار التنفيذي في اي عقد هيوقع بالقيمه الايجاريه الحاليه، يعني فالناس في ناس كتير هيبقى فيه تساؤلات، لكن ده الموضوع. وده كمان الكلام اللي اتقال فيما يتعلق بصلاه الجمعه الجايه ان شاء الله. خلينا نطلع فاصل واعود لحضراتكم بقضايا الناس المباشره برضو، لانه في اوجاع كتير حابين نعرضها على حضراتكم. جديد. الأوجاع اللي أنا كنت بتكلم عنها قبل الفاصل أوجاع سياسية عامة وأوجاع شخصية لبعض الناس، في ناس عندها مشاكل حقيقية مش على طريقة الابتزاز بتاعة السوشيال ميديا دي.
من الأوجاع العامة اللي موجودة، أنا مش هدخل في تفاصيل هذا الموضوع الحقيقة، لأنه معظم الجهات بتزعل مني لما بدخل في أمر يتعلق بالأزهر أو بالإفتاء أو مش هدخل في تفاصيل. بكرة مفروض أنه قانون دار الإفتاء الجديد هينظر في الجلسة العامة بتاعة البرلمان. قانون دار الإفتاء الجديد الأزهر معترض عليه ولا يزال معترض عليه، وشيخ الأزهر طلب أنه يروح بنفسه في الجلسة بتاعت بكرة عشان يحضر يوضح وجهة نظره الدكتور الإمام أحمد الطيب، رغم أن القانون أقرته اللجنة الدينية ووافقت عليه اللجنة التشريعية ووافقت عليه الجلسة العامة، ودي العامة الإجرائية اللي هو بيبقى فيه حوالي 15 قانون بيوافقوا عليهم وخلاص. فشيخ الأزهر هيفتح أو يريد أن يفتح نقاش مرة أخرى. ما أحذر منه إيه؟ أنا عايز أوري حضراتكم ثلاث حاجات ورا بعض كده. وروني كده يا شباب، الأول الجزيرة نت على الصفحة بتاعت متناولة الموضوع ده إزاي؟ معايا يا شباب؟ طيب أهو قالك إيه؟ قانون دار الإفتاء معركة جديدة بين السيسي وشيخ الأزهر. وبيقولوا انه الطيب يطلب حضور جلسه قانون دار الافتاء لانه القانون يخالف الدستور ويقود الازهر. ده ايه؟ الجزيره نت. طيب تروح تلاقي واحد زي محمد الصغير، ده احد قيادات الاخوان اللي موجودين في تركيا، بيقول ايه؟ قضاه مجلس الدوله رفضوا قانون دار الافتاء المحال من البرلمان ووصفوه بالمعيب لمخالفه الماده 7 من الدستور التي تحدد اختصاصات الازهر الشريف، ومع ذلك يصر البرلمان على عرض القانون للتصويت النهائي، مما جعل شيخ الازهر يطلب حضور الجلسه العامه بنفسه للتاكيد على رفضه للجور على حقوق الازهر. تمام. الحاجه الثالثه مكملين قال لك ايه؟ للدفاع عن استقلال الازهر وهيئاته، شيخ الازهر يطلب من مجلس النواب حضور الجلسه العامه لشرح رؤيه الازهر في رفض مشروع قانون الافتاء. لما نلاقي دول مجتمعين على حاجه، الجزيره ومكملين ومحمد الصغير اللي هو الراجل القيادي الاخواني، لما نلاقي دول مجمعين على حاجه اعرفوا انه الحاجه دي ليست في صف البلد وليست في مصلحه البلد، وانما يريدون زرع الفتنه. وما بين بقى اهو قال لك ايه؟ قال لك ما بين الشيخ الازهر والسيسي، ايه المشكله؟ قانون الحكومه قدمته البرلمان موافق عليه، الازهر عنده وجهه نظر فيه، اهلا وسهلا على دماغنا، ما حدش يقدر يعترض. شيخ الازهر يطلب انه يحضر الجلسه، يا سلام نسمع والناس هنا الراي والراي الاخر ونشوف اللي في مصلحه البلد. لكن انا اخشى انه نقع في فخ الاخوان عاملينه، وانا وريت لحضراتكم على الهوى الناس كاتبين ايه، مهتمين بالموضوع ده ليه، اللي هو بينفخ في ان في صراع ما بين الرئيس وشيخ الازهر، ينفخ ان هناك صراع ما بين الازهر ودار الافتاء، ينفخ في صراع ان في صراع ما بين البرلمان والازهر. لا شيء من هذا على الاطلاق. قانون اتقدم، الناس ناقشته في اللجنه الدينيه، في اللجنه التشريعيه، في الجلسه العامه، خدوا اراء الناس ووافقوا على القانون. مفيش حد في مصر هنا يسيء الى الازهر على الاطلاق خالص، لكن هم طول الوقت بيحاولوا يزرعوا هذه الفتنة. فأنا أهمس في أذن كل من يريد مصلحة هذه البلد، أرجوكوا يا جماعة ما تخلوناش ننجر إلى فخ الإخوان بيعملوه، وإلى قناة الجزيرة بتعمله، وإلى الإعلام التركي المعادي لنا بيعمله، وإلى إلى قيادات جماعة الإخوان بيعملوه. إذا اجتمع هؤلاء على شيء فأعرف إنه هذا الشيء ليس في مصلحة البلد على الإطلاق. والله خدوها قاعدة يعني في المسألة دي. خصمك وبيقول لك شوف ده الموضوع الفلاني، ابعد عن الموضوع الفلاني. وأنا أتمنى أنه نخرج من هذا الصراع المصنوع على خير إن شاء الله، لأنه دار الإفتاء طول عمرها لا تعارض الأزهر، فالنهاردة وطول عمرها مستقلة بالمناسبة، يعني طول عمرها بتتبع وزارة العدل ماليا وإداريا وفنيا. فالخلاف مش عاوزين ندخل فيه كتير عشان لا نوسع الشقة، لكن أنا أتمنى إن شاء الله بكرة الأمور تمر على خير وننتهي من هذا الموضوع.
لما عرضنا لحضراتكم من فتره القرار بتاع وزاره الداخليه بعوده الزيارات للسجون واللومانات، وكانت الوزاره اكدت على انه الالتزام بالاجراءات الاحترازيه. النهارده بان زي ما هتشوفوا قدام حضراتكم دلوقتي من خلال الصور اللي هنعرضها وانا بتكلم معاكم، الزيارات بدات بالفعل. يعني الوزاره كانت عملت حوالي 110 خط تليفون، كان المواطن بيتصل بخط التليفون ياخد يعني ميعاد للزياره، وحددت وزاره الداخليه قالت ان الزياره دي بتستغرق هتبقى لمده 20 دقيقه، وهيبقى في اجراءات التباعد، وهيبقى في زي ما حضراتكم شايفين اهو. يعني احنا ممكن نسمع نسمع على طول من نسمع جزء من هذا التقرير حتى الناس بيتكلموا عن هذا الموضوع. سمعونا يا شباب. بعد توقف لفترة بسبب فيروس كورونا حرصا على سلامة وصحة نزلاء السجون، استؤنفت الزيارات بجميع السجون على مستوى الجمهورية وفقا لضوابط محددة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا، من عمليات تعقيم وتطهير إلى إلزام الزائرين والنزلاء بارتداء الكمامات الواقية، وصولا إلى مراعاة مسافات الأمان بين الزائرين والنزلاء أثناء الزيارات. اتصلت بالتليفون على رقم السجن بتاع الزراعة فحددوا لنا الميعاد عشان احمد حرف الالف، والحمد لله شفتهم اطمنت عليهم بفضل الله. جيت خدت الرقم من هنا من بره واتصلت وحجزوا لي، جيت اخذوا مني البطاقه ودخلت. وقد خصصت وزاره الداخليه 118 هاتفا مدونه على موقع الوزاره على شبكه المعلومات الدوليه الانترنت للاستعلام عن موعد الزيارات لاهليه النزلاء، على أن يتضمن الاتصال التليفوني بيانات المتصل واسم النزيل ودرجة القرابة، ويتم اختار ذوي النزلاء بالموعد المحدد للزيارة خلال الاتصال التليفوني. طبعا في جهاز تعقيم في مسافة بين الأهلية، بيني وبين والدتي في مسافة حوالي تقريبا عن 2 أو 3 متر، ففي احترازات أمنية يعني بصراحة يعني. ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو خلنا نشوفها لينا بعد 5 شهور بصراحة. في تعقيم وشافوا لنا درجة الحرارة قبل ما نخش الزيارة، وكمامات وجوانتات، وعقمونا من جهاز التعقيم، والدنيا هنا يعني في أمان هنا جامد يعني، لازم يعقمونا والمكان السجن كله متعقم قبل ما نخش أي مكان. وقد أشاد ذوي النزلاء بتلك الخطوة التي أتاحت لهم رؤية النزلاء بعد فترة من الانقطاع بسبب فيروس كورونا، انطلاقا من الثوابت الراسخة لوزارة الداخلية نحو إعلاء حقوق الإنسان وتقديم الرعاية الاجتماعية اللازمة لنزلاء السجون، ومنها إتاحة التواصل مع ذويهم. زيارة كافية وشفناهم وقعدنا معاهم واطمنا عليهم وخدنا راحتنا، ومعاملة فعلا بسم الله ما شاء الله جميلة جدا 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 لينا وليهم. الاجراءات تمام، يعني هنمشي وانا مطمنه ان هم هنسيبهم كويسين، ما حدش منهم هيتاثر بحاجه، ولا تمام الحمد لله. الاجراءات احنا يعني كذا مره نتعقم، مش مره واحده بس يعني. الاجراءات الاحترازيه ديت يعني طمنت كافيه جدا انها تحميني وتحمي ابني جوه، وده اكد لي ان ابني في حمايه ربنا، ثم في حمايتهم بصراحه، ربنا يكرمهم يا رب. وهكذا تعود الحياة إلى الأماكن المخصصة للزيارات بالسجون وفقا لضوابط احترازية ووقائية، حرصا من وزارة الداخلية على تحقيق التواصل بين النزلاء وذويهم من منطلق سياستها العقابية الحديثة، والتي يعد إتاحة الزيارات أحد ثوابتها مع التأهيل والإصلاح. الحرص مننا على الاهتمام بهذا التقرير إيه؟ انه رد على دعاوى كتير جدا باطله كانت يقول لك السجون وطلعوا الناس اللي في السجون، وفي انتشار لكورونا في السجون، وناس بتموت من كورونا في السجون. الزيارات بترجع بشكل عادي باجراءات احترازيه، لانه المسجونين دول في النهايه يعني امانه عند الدوله، يعني مش هيفرط فيه بسهوله، مش هيتسبب فيه ايذائه بسهوله. طيب انا جات لي رساله طفله صغيره بتوجه لي رسالة، وبتوجه لحضراتكم هذه الرسالة، خلينا نسمعها الأول. السلام
السلام عليكم يا دكتور، يا دكتور محمد الباز، انا بحبك قوي. انا اسمي نورهان وجي من محافظه الاسماعيليه، ده عندي 11 سنه وعايزه اعمل عمليه زرع خليه جذعيه ونفسي اشوف زيكم. هي عايزه تشوف زينا مش اكتر، عايزه تعمل عمليه زرع الخليه الجذعيه. احنا بيانات لهذه الطفله الجميله يعني عندنا. الحقيقه انا في الحالات اللي زي دي بناشد يعني وزاره الصحه، او كنا يعني انا بناشد الرئيس، لانه الرئيس من ايام وجه بعلاج احد الـ يعني مرضى السمنه وبيتلقى علاجه دلوقتي الحمد لله يعني. فهذه الطفله الصغيره يا سياده الرئيس لا تتمنى اكثر من ان هي تشوف زينا، ومحتاجه عمليه. فانا ارجو واتمنى انها تحظى برعايه واهتمام الرئيس، انه يوجه ب يعني اجراء هذه العمليه ليها. وخلينا نستمع من الأستاذ وجيه أحمد والد هذه الطفلة الجميلة. الحقيقة أنه اختصرت الحكاية، عايز أشوف زيكم. أستاذ وجيه أهلا بك يا فندم. أهلا بسعادتك يا باشا، الله يهنيك. يعني أنا كنت بأناشد الآن سيادة الرئيس أنه يعني يشمل بنتنا الجميلة بالرعاية يعني، ويوجه بإجراء العملية ليها. قول لي هي يعني المعاناة دي بدأت من إمتى ومحتاجين إيه؟ والله المعاناه دي بدات من هي من صغر سنها، من اول ما اتولدت يعني. فهي كانت محتاجه الاول، قالوا لنا محتاجه شبكيه وعايزه قرنيه، وللاسف اتضح ان البنت محتاجه زرع خليه جذعيه بس. عندها قرنيه سليمه والشبكيه سليمه. بس كل محتاجه زرع خليه جذعيه، وللاسف هنا ما فيش هنا في مصر يعني حتى توصل للزرع الخليه الجذعيه. فهم قالوا ان علاجها بره مصر. بره مصر. هي نوران قال لنا الدكتور شريف دبور اللي هو مدير المستشفى الالف في الزقازيق. نوران عندها كام سنه؟ هي في خمسة ابتدائي السنة دي إن شاء الله. خمسة ابتدائي إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يمن عليها بالشفاء ويكون لها نصيب. إنه الله يعني حابة في سعادتك صراحة يعني عندها الدكتور محمد البدر صراحة ما شاء الله يعني سبحان الله يعني سبحانك يا رب الحب جاها منين مش عارف يا فندم. ربنا يخليك، حابة سعادتك جامد البنت والله. ربنا يخليك وإن شاء الله إحنا معاها. وأنا بناش تاني سيادة الرئيس إنه يعني يشمل هذه الطفلة برعايته، وان شاء الله يكون في اخبار كويسه ومعاكم يعني ان شاء الله لحد ما ربنا يمن عليها بالشفاء. الاستاذ وجيه احمد والد الطفله نورهان. خلونا نسمع مناشدتها تاني يا جماعه، خلونا نسمع مناشدتها تاني. يلا. السلام عليكم يا دكتور، يا دكتور محمد الباز، انا بحبك قوي. انا اسمي نورهان وجيه من محافظه الاسماعيليه، ده عندي 11 سنه وعايزه اعمل عمليه زرع خليه جذعيه ونفسي اشوف زيكم. طيب في حاجات بقى احيانا بتلفت الانتباه في مصر، في مغالاه شديده جدا في اسعار الجامعات الخاصه. يعني وانا بتابع كده كان الاستاذ رفعت فياض يعني وهو صحفي كبير الناس كتير بتتعلم منه في ملف التعليم، عمل في أخبار اليوم مش مبارح الأسبوع اللي فات موضوع عن أسعار الجامعات الخاصة. الحقيقة وأنا قريب من العمل الجامعي وقريب حتى كمان مما يحدث في كثير من الجامعات الخاصة، في أرقام مبالغ فيها ضخمة جدا. يعني لو أنت في جامعة مثلا كلية طب بتصل فيها إلى 205,000، في جامعة 195,000، في مش عارف وهكذا 195,000. فانت بتلاقي مثلا الطب في جامعه معينه 205 ومصاريف، فانت بتتكلم مثلا ايه مصاريف سنه تدخلها في نص مليون جنيه. لكن في ظل ده، وانا بقول ده بصراحه يعني مطلقه ولاني قريب جدا من جامعه مصر علوم التكنولوجيا، لقيتها بتقدم نموذج قريب قوي من النماذج اللي هي ايه بترعى أو بتراعي البعد الاجتماعي في عملية التعليم. يعني اللي هو إيه خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر علوم التكنولوجيا عنده فكرة أساسية إنه الجامعة دي ليست عمل استثماري أو بيزنس خالص اللي هو يكسب منه على قد ما يقدر أو يكسب منه كل اللي يقدر يكسبه، لا، في بعد اجتماعي إنه إحنا بنقدم خدمة تعليمية عالية جدا وراقية جدا
ومعاصره جدا، لان الجامعه الحقيقه عامله يعني اتفاقيات وتوأمات مع جامعات عالميه وفيها برامج مهمه جدا. فانه انا اقدم هذه الخدمه لكن في نفس الوقت اراعي انه لا اثقل على كاهل الناس. والحقيقه انا لما دورت لقيت المساله مش غريبه عليه، يعني الدكتوره سعاد كفافي اللي هي رائده من رائدات التعليم في مصر ومؤسسه جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا و يعني ام للاستاذ خالد الطوخي، اخر اجتماع ليها قبل وفاتها طلبوا منها قالوا لها انه الحياه بتتطور واحنا محتاجين نزود المصاريف. قالت لهم انا ضد زياده المصاريف بشكل كامل لانه احنا قدام عمل فيه رساله لازم يعني نكمل هذه الرساله مع الناس. فالحقيقه هنا انا مش بقول عشان اجامل حد او، لكن انا بتكلم على واقع، وواقع انا بصدره ليه؟ عشان يبقى قدام الجامعات الاخرى. يعني هو تقول لي اشمعنى جامعه مصر علوم التكنولوجيا، اقول لك والله هو النموذج اللي قدامي اللي فيه مسؤوليه اجتماعيه، اللي هو الناس الاسعار بتاعه الجامعه الخاصه اقل كتير جدا من الجامعات الاخرى. فانا هنا ما بقولش جامعه مصر طبعا ارفع اسعارك، لا، ده انا بقول للجامعات الاخرى اللي هي موجوده في مصر في نفس الظروف، ويمكن الجامعه بتقدم خدمه افضل من جامعات اخرى، فبقول للجامعات الاخرى لازم تراعي الظروف. فالحقيقه هذا النموذج لازم نبقى حاطينه قدامنا لانه نموذج بيقدم خدمه تعليميه وفي نفس الوقت بيراعي مسؤوليته الاجتماعيه. احنا من كام اسبوع كان في افتتاح لدار العزل اللي قدمتها جامعه مصر واحنا داخلين اهو الناس بتتخوف من يبقى في موجه تانية لكورونا، فهو قال انا عملت دار العزل وجهزتها واهديتها للدوله كجامعه خاصه. فهذا نموذج اعتقد احنا محتاجينه يتكرر، ومحتاجين الفكره اللي بيتحرك بها خالد الطوخي رئيس مجلس امناء جامعه مصر علوم التكنولوجيا تكون فكره عند اخرين. التعليم مش بزنس بس يا جماعه، مش مكسب بس، ولكن هو رساله ايضا، خاصه لما البلد تكون محتاجاه. فانا بشكره وبشكر كل المساعدين ليه في الجامعه الحقيقه. خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني لسه مع مشاكل عند الناس واحتياجات للناس، خلونا بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد. يوم السبت قلت لحضراتكم ان احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا يخص عدد كبير من تجار الخضار والفاكهه في سوهاج، تحديدا في سوق اخميم. احنا بنحاول انه عنا تبقى مع كل الناس في مصر، يعني بحري في الصعيد في كل حته. والحقيقه المشكله الناس ليهم حق فيها. احنا يعني زميلنا العزيز مراسل دستور في سوهاج الأستاذ محمود عبد العال راح وصور مع عدد من التجار هناك في سوق أخميم، لأن هم قالوا لهم تعالوا، شالوا الأسواق من القرى ومن البتاع وقالوا لهم تعالوا السوق وحطوا الناس في مكان. لكن المشكلة إنه المسؤولين هناك سايبين الباعة العشوائيين بره السوق، فالناس اللي موجودين في السوق اللي بيدفعوا ضرائب وبيدفعوا تأمينات وعندهم عمالة، يعني اللي هو ايه مع القانون، يعني جم المسؤولين قالوا لهم تعالوا اقعدوا هنا، قعدوا. طيب فانت سبت بقى بره السوق ده باعة عشوائيين فبيأثروا على الناس. خلينا الاول، احنا جاهز اللي احنا سجلناه يا شباب ولا مش جاهز؟ طيب خلينا الاول نسمع من هناك، لان احنا عندنا سجلنا مع عدد كبير من التجار، وعفوا ان احنا مش هنذيع كل هذه الفيديوهات، لكن خلينا ناخد المساله باختصار من
الحاج كمال كامل عبد العال شيخ شادر خميم الجد. حاج كمال اهلا بيك يا فندم. اهلا اهلا يا دكتور، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. يعني قول لي ايه الحمد لله تمام والله نحمد ربنا. قول لي ايه الموضوع بقى؟ الموضوع يا دكتور، احنا كنا مقيمين في مركز اخميه فاتحين شوادل. طبعا اقرت المحافظه ان تعمل سوق لمركز ومدينه اخميه مثل اي مركز واي محافظه فيها سوق. كلام زي الفل. تمام، جابونا الجبل وقروا وشالونا بالاجبار من اخميم. ما شلوناش بمزاجنا، بالاجبار بالشرطه. وودونا السوق في الجبل الديابات عرب مهدي تبع مركز ومدينه اخميم. فوجئنا بعض ناس في الثوره لها محلات داخل السوق عندينا. باعت المحلات بتاعتها وجات قدام بيوتها وفتحت محلات. تمام. اشتكينا للساده المسؤولين والسيد المحافظ والسيد الاول المدينة. الاول حاج كمال، انتوا طلعتوا السوق ده المجمع ده امتى، سنه كام؟ احنا طلعنا في سنه 2000. 2000 ده من بدري قوي. لما أيوه الثوره بقى وفن. لما قلت لي ان الثوره حصلت في يناير، ثوره يناير. ايوه دول هم طلعوا في 2015 باعوا. بعد الثوره ناس باعوا محلاتهم وطلعوا هم بقى قعدوا قدامكم. قعدوا قدام طبعا، اخذوا كده الزبون اللي جاي السوق، السوق ده في الجبل، ده منطقه جبليه. الديابات عرب مهدي وباين عند سيادتك في التصوير. ما احنا بنحاول اهو بنجيب التصوير، الشباب بس بيجهزوه. انا معاك، اتفضل. تمام يا فندم. طب الناس سالت طبعا، طلعت قدام المحلات وفتحت قدام بيوتها، اشتكينا للسيد المحافظ. كويس. السيد المحافظ راجل محترم، طلع امر غلق وتشميع المحلات اللي خارج عن السوق. كويس. راح السيد رئيس مجلس المدينة غلق، هم أساسا في الشارع. يا سيادة الرئيس، يا سيادة الرئيس، رئيس مجلس المدينة، أنت غلقت. احنا بنعرض، بنعرض يا حاج كمال وأنت بتتكلم أهو، يعني اللي احنا صورناه عندكم في السوق. اتفضل. أنا آسف يا فندم بعيد عن التلفزيون، بس حضرتك اتفضل. أنا بديك صورة على اللي حاصل معانا. يعني الناس دي احنا دابت، الناس دي ماتت بالحية. الناس دي جابوها في مكان كانوا حطوها في قبر كده وقالوا لك اقفل عليها عشان تموت. انت فاهمني سيادتك؟ فاهم، انا معاك. السيد رئيس مجلس المدينه يطلع يقول للسيد المحافظ انا غلقت وشمحت. كويس. غلقت وشمحت ايه؟ ده ناس مقيمه في الشوارع ما عندهاش بيبان. اذا اعلن للسيد المحافظ ان انت في باب غلقته. ما فيش باب. ما فيش باب يا فندم. طب انت الاول الاول حاجة كمال عشان الناس تبقى عارفه حجم المشكله بس. الناس اللي هم الباعه دول اللي هم جم قعدوا قدام السوق بتاعكم، مأثر عليكم؟ يا فندم مش قدام السوق، الناس دي خدت قريه ميدو وقريه الصوامع. الناس فتحت في المدن بتاعه القرى. اللي انتوا ياخد مني. ايوه. انت فاهمني سيادتك؟ فالاسواق والمحلات تحت، فهو هيطلع لك الجبل ليه؟ ما هو هيجيب عربيه ب 200 جنيه عشان ياخد مننا 2 طماطم ولا 2 بطاطس ولا 2 عنب ولا 2 مانجا؟ لا طبعا. ياخدهم مني ليه؟ طب ما جنبي العربيه ببلاش من غير ما يدفع مواصلات. تمام. هو حضرتك انت عايز حضرتك 10 كيلو مانجا للبيت، هتاخدهم اللي تحت البيت ولا هتروح الجبل تجيبهم؟ لا اروح الجبل ليه؟ انا اللي طلعني. خلينا بالعقل كده يا فندم. السيد المحافظ طبعا طلع امر غلق وتسميع جميع المحلات المخارجه، لا تغطر معانا في حاجه، احنا دخلنا له. تمام. طلع السيد رئيس مجلس المدينه بيقول لك احنا، هو والساده النواب بتوع المجلس. حلو قوي. مجلس المدينه يقول لك طلعنا امر غلق وتشميع وغلقنا لهم. غلقت ايه؟ ما فيش بيبان يا فندم. يا فندم ما عندهمش بيبان، ده ناس فرشه في الشوارع. طيب يبقى خلينا يا حاج كمال نحدد الطلبات، 1 2 3. التجار انتوا كام تاجر الاول في السوق فوق في الجبل؟ حضرتك كل محل فيه 4 تجار شركه على 16 محل، خلي كل واحد معاه 5 ومراته واولاده، 3 بس اولاده هو ومراته يبقوا 5. 20 نفر و10 عمار 30. وده سوق مجمع، سوق سيادتك يعني كأي سوق موجود على مستوى الجمهوريه لاي مركز. تمام. طب قول لي انتوا طلبكم الوقت المحدد ايه ومن مين؟ ما انا عايز سيادتك عشان ما اظلمش حد. اتفضل. وما اضايقش حد. السيد رئيس مجلس المدينه يطلع يغلق يقول انا غلقت وشمحت، 10 دقائق بالظبط ترجع الناس تفرش تاني. السيد رئيس مجلس المدينه هو النواب اللي معاه يطلع ياخدوا منهم الموازين، تاني يوم يديها لهم تاني ويعمل له محضر يعرض للسيد المحافظ انا عملت لهم محاضر، ثاني يوم يعمل لهم مصالحه. ازاي يا فندم مصالحه والمخالفه موجوده، المخالفه قائمه، المصالحه على ايه؟ طيب يعني هو انت محتاج الوقت ان مجلس مدينه يطبق القرار بتاع المحافظ بحذافيره.
تمام يا فندم. ما حد يا فندم ده تاني بعد 10 دقائق اقسم بالله بعد ما قال انا غلطت 10 دقائق فرش تاني. ايوه ما رئيس القريه معدي ما احنا احنا حاج كمال عاوزين نوصل لحاجه. انتوا طلبكم انه القرار طالما ان المحافظ مستجيب فمجلس المدينه يطبق هذا القرار بحذافيره. انا بشكرك جدا بشكرك جدا حاج كمال كامل شيخ شادر اخميم الجديد. طب احنا عندنا برضو احد التجار ملخص الموضوع يعني لانه يبدو انه احنا قدام موضوع الناس ملتزمه اللي التزموا بالقانون هم اللي اضيروا ودي مشكله كبيره جدا وده سبب من اسباب الناس ممكن لا تتجاوب ولا تحترم القانون في مصر ان هو بيلاقي اللي ما بيحترمش القانون واخد حقه او بزياده وهو اللي التزم الضر. فاحنا عاوزين نعيد الاعتبار للقانون مره اخرى. الناس طلعوا الجبل وفتحوا محلات زي المدن الاخرى، في ناس فتحت تحت بقى في القرى والحاجات دي قاطعين عليهم ان الناس تطلع تشتري منهم. قضيه بتهم عدد كبير من الاسر هناك في اخميم في سوهاج. خلينا نسمع برضو احد التجار من هناك. انا اسمي رفعت احمد خليفه وشرطه رفعت الزناتي، فاتح محل فاكهه في الكوثر. ايه المشكله؟ المشكله ان احنا كنا اساسا كنا فاتحين محلات في خميم وبنبيعوا في بيوتنا والكلام دي، وجات المجلس عمل لنا سوق هنا وجابنا كلنا في السوق ده. طب اللي احنا جبتنا كنا قعدنا في السوق ده طبعا واخد بالك معايا، المفروض المجلس اللي عمل سوق يحميه من المحلات العشوائيه اللي حواليه. يجينا النهارده لنا يطلع 5 سنين أو 6 سنين في محلات فتحت حوالينا في نادي وفي الصوامعة ومن غير ترخيص عشوائية في البيوت، فاتحين على الأسفلت سدين الأسفلت طيب، وقدمنا كذا شكوى للمحافظ وقدمنا كذا شكوى رئيس مجلس المدينة ومحدش سائل فينا خالص. والسوق ده مات، السوق ده طبعا سوق حكومة المفروض الحكومة تحميه ويحيى، لا ده اللي مات والمحلات العشوائية اللي بره هي اللي اشتغلت. المطلوب واخد بالك معايا المحلات العشوائية دي كلها بره اللي بره تقفل تقفل لان محلات فتح عشوائيه من غير ترخيص ولا بتدفع حق انتفاع ولا بتدفع ضرائب ولا بتدفع اي شيء. واحنا لما ندفع ضرائب وما ندفع حق انتفاع وما ندفع تامينات وما ندفع كل شيء بعدنا هنا وميتين ما شغالينش في شيء. اللي بيجيب عربيه الزرقاء بتقعد 4 أيام و5 أيام وبتتباع ميته. انا بعد العيد بيومين جايب عربيتين عنب بناتي وبعلم الناس كلها واكلين 16000 جنيه خساره، قعدوا 5 أيام أو 6 أيام. فده كل شغله خربان بيوت، فاحنا بنطالب الساده المسؤولين ان هم يسالوا فينا ويقفلوا المحلات العشوائيه اللي حوالينا، عشان السوق ده نعرف ندفع لهم ضريبه، نعرف ندفع لهم تامينات، نعرف ندفع لهم حق انتفاع، نعرف ندفع لهم سجل تجاري، و100 موال ورانا، طب الحاجات دي هنجيبها لهم منين؟ واحنا ورانا بيوت ورانا اسر، وعايز تاكل وعايز تشرب، فاحنا ولما ناكلوا ولا عيلتنا لما ناكلوا حاليا. وما يجيبوا بتاع الناس يعتبر صبر وكناه مفيش فلوس. يعني بحط هذا الموضوع امام محافظ سوهاج وامام المسؤولين هناك في الحكم المحلي. الناس مش عايزه اكتر من حقها، محدش بيطالب باكتر من حقه، فلا اقل من ان احنا ننتبه ليهم. وخلي بالكم انه احنا بنبقى حريصين على ايه، ودي رسالة من أكدنا عليها كتير جدا، إنه إحنا بنبني البلد دي وبنى البلد دي مش بس بإنه أنا الحاجة الكويسة أقول عليها كويسة بس، ما هو الحاجة السيئة أو الغلطة أو الثغرة أو السقطة أقول أهي صلحوا يا جماعة لو سمحتم اللي حاصل ده، لأنه الناس هناك باين قوي إنه مضارين وباين قوي إن هم اتأثروا باللي حاصل. ف يا سيادة محافظ سوهاج هؤلاء الناس أمانة في رقبتك، ونرجو أن احنا نسمع منك أو من أحد المسؤولين في سوهاج رد على ما يقوله. برضو في محافظاتنا أكتر من طريق كده اسمه طريق الموت. احنا عندنا من سمات هذا العصر اللي احنا عايشينه أن احنا عندنا الطرق اختلفت، يعني الناس الطرق اختلفت بشكل كبير جدا. لكن أهالي مركز ومدينة زفتة بمحافظة الغربية في طريق هناك اللي هو طريق زفتة صنباط العجزية، ده بيسموه طريق الموت اللي هو في حوادث كتيرة جدا بتحصل فيه. أنا كلمني عنه من فترة الصديق العزيز الإعلامي محمد فودة، هو بحكم أنه من أبناء زفتة، يعني هو الراجل وقتي متفرغ ليه عمله الإعلامي
لكن ما بينساش أهالي زفتة، فكلمني عن الموضوع ده من فترة، وأهالي زفتة تواصلوا معايا كمان. خليني أسمع من الحاج صبحي أبو حسن. يا حاج صبحي. أيوة يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. قول لي إيه بقى حكاية الطريق ده؟ حكاية الطريق ده يا فندم قصة كبيرة أوي 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 علينا، وإحنا حاسين إن إحنا مش من الدولة دي أصلا، مش من مصر. لا مش للدرجة دي، بس خليك يعني إيه، انه احنا كلنا مصريين بالحلو بتاع البلد وبالوحش بتاعها. تمام يا فندم، اتفضل. طبعا الساده الرئيس ماشي في اتجاه، والساده المسؤولين التانيين اللي تحت منه ماشي في اتجاه تاني خالص. الطريق ده بقى له اكتر من 15 سنه. ده طريق زفته صنباط. طريق زفته صنباط العجزيه. العجزيه بيخدم بيخدم اربع مراكز يا فندم. قدامنا نماذج من الحوادث اللي بتحصل عليها. تمام يا فندم، اتفضل. بيخدم اربع مراكز. هو الطريق الوحيد اللي بيؤدي من سمنود لزفته، ومن زفته للمحله، ومن الصنطه للمحله، ومن الصنطه لزفته، ومن بركه السبع طريق المحله، ودي اكبر قلعه صناعيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه. يعني ده تخيل كميه العربيات والمواصلات والحركه عليه قد ايه. تعالى حضرتك في قريه اسمها شبرا ميلز برضه بيتحرك من عليها، والقريه ديت بتنتج تلت انتاج الكتان على مستوى العالم في القريه دي. طبعا تخيل بقى حركه النقل العام على هذا الطريق في العربيات اللي محمله كتان بتبقى عامله ازاي. الطريق ده يا فندم مهمل بقاله دلوقتي اكتر من 15 سنه، بيتاكل والطبان بتاعه بيهيل، لانه طبعا جاي على الجنب ده ترعه، وعلى الجنب الثاني العباسي فرع من النيل. فكون ان انت حضرتك بترصف الطريق كل 15 20 سنه، وبتحس ان مفيش تبطين في الترع ولا البحار اللي حوالين منه ولا فرع النيل اللي جنب منه، كانك بتملى ميه في قربه، والقربه دي مفرومه. ما كل ما العربيه هتدوس، كل ما الجناب دي هتريح وهتبوظ. تمام. فكان المفترض ان احنا دلوقتي في 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 في, في دوله السيد الرئيس. او طب انتوا طلبتوا يا اخ صبحي، طلبتوا رحتوا للناس المسؤولين عندكم، قلت لهم يا جماعه يعني احنا محتاجين كذا، عملتوا محاولات في ده وما تمتش الاستجابه، ولا ايه الوضع؟ لا يا فندم، احنا رحنا يعني قدمنا اكتر من طلب للسيد المحافظ، ودرجه السيد المحافظ لما بينزل زفته ما بيخشش على الطريق اصلا، يعني مش حاطه في دماغه، يعني الطريق ده بعيد عن الخيال. حتى النهارده كان موجود السيد المحافظ وتعشمنا خير انه يجي يشوف الماساه اللي ايوه يعني هو بينزل زفته وما بيعديش على الطريق ده. لا يا فندم، نزل وعدى مرتين قبل كده ولا حتى نادي. النهارده نزل يعني يعني نزل. يعني محافظ الغربيه عارف وضع الطريق ده، عارف وضع الطريق يا فندم. تمام. ووزاره النقل يا فندم عارفه وضع الطريق، لان طبعا كان في لجنه نزلت من فتره طويله جدا على استند احد اعضاء النواب مجلس الشعب عن الدايره هنا، وقال ان هم قالوا فعلا طريق سيء جدا ولازم يعاد رصه وعاد تظبيطه. لكن ما حدش بيستجيب يا فندم. كل ما نيجي نتكلم كلمتين او كل ما نتكلم ونطلب كلام من ده، تقول لك طب في لجنه هتتشكل، وبتيجي اللجنه تقعد تضحك معانا علينا بكلمتين، والطريق يمشي من هنا يوميا الصبح كده واحنا قايمين، قبل ما بنقول لبعضنا صباح الخير نقول كم حادثة حصلت على الطريق. نقول كم واحد في قلب المستشفى، نقول كم واحد توفى النهارده هنروح ندفنه. يعني بقت قصه. لا انا بضم صوت لصوتك يا اخ صبحي، وبقول يعني يا سياده محافظ الغربيه نظره الى هذا الطريق. بنسمع طول الوقت ان في طرق موت كتيره جدا، احنا عندنا نموذج اهو قدام حضراتكم بعض الحوادث اللي حصل عليه. واذا كان محافظ الغربيه عدى على الطريق مره واتنين وشافه وعنده طلب مره واتنين برضو، فلا اقل من ان يستجيب، لان انا زي ما بقول لكم احنا في عهد بيقول انه بنعمل لكرامه المواطن، وانه المواطن يعيش بشكل كريم. ده من كرامه المواطن انه يبقى ماشي على طريق كويس. النهضة اللي حاصلة في الطرق في مصر لا أحد ينكرها على الإطلاق، وكمان الرئيس في لقاءاته الأخيرة بيتكلم عن الطرق الداخلية في المحافظات. يعني هو بس مش إيه، مش مهتمين بالطرق العامة، لا، في طرق في المحافظات وطرق في المراكز فالناس مهتمة بيها. فأرجو أن ينال هذا الموضوع عناية واهتمام محافظ الغربي. عندنا موضوع برضو أثاره الكاتب الروائي الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد على صفحته. والحقيقة أنا ما فكرتش أنه إحنا
نتواصل مع صاحب المشكلة، لأنه ما كتبه الأستاذ إبراهيم عبد المجيد يكفي. قال إيه؟ كتب إيه؟ وجه كلامه. قال الأستاذ إبراهيم طبعا صديقنا ويعني الروائي الكبير والمهم، وجه كلامه إلى معالي، واسمعوا حضراتكم اللي كتبوا ده بدقة، يعني إلى معالي رئيس الوزراء وإلى سعادة وزيرة التضامن الاجتماعي. ما سأكتبه الآن أمر يبدو بسيطا جدا، لكن للأسف هو ليس كذلك، فهو يعكس حالة من القهر لا مزيد عليها. أذكركم بمحرقة جرت في سبتمبر عام 2005 بمسرح قصر ثقافة بني سويف أثناء أحد العروض المسرحية. راح ضحيتها 50 كاتبا وناقدا ومخرجا وأستاذا جامعيا وفنانا وفنانة، فضلا عن عشرات الجرحى. وكان يوما من أصعب الأيام في حياتنا المصرية والثقافية. ناس تفتكر اليوم ده كويس الحقيقة، لأنه كان يوم وجع كبير في حياتنا. 15 عاما مضت الآن وأصبحت المأساة طي النسيان، فما أكثر المآسي في بلادنا. لكنها استيقظت اليوم بحادثة أخرى أشبه بالنكتة، لكن النكتة للأسف صارت حقيقة مفزعة وسخيفة. ومعذرة على هذه الكلمة التي لا أجد أقل منها وصفا لما سأتحدث عنه. كان من ضمن الضحايا الأحياء طفل في 9 من عمره، أصيب بحروق شديدة في جسمه وشاء الله أن يتعافى منها، لكنها ظلت أحد أسباب عدم حصوله على عمل. الشكل غير مناسب يقال له دائما في المحكمة، وقتها حين سأله القاضي باعتباره أحد الشهود على ما جرى، ما الذي جعلك تشاهد المسرحية؟ قال أنه يحب المسرح وجاء لأنه يحب المسرح. لم ينسى أحد أبدا شهادته البريء. المهم حصل هذا الطفل الذي اسمه محمد عادل عبد المنعم عادل على دبلوم الصنايع، ولأنه من ضحايا المحرقة تم تشغيله في قصر ثقافة بني سويف بلد ومركز المحرقة كعمالة مؤقتة. وطبعا تعرف معاليك وتعرف سعادة وزيرة التضامن راتب هذه العمالة المؤقتة في وزارة مثل الثقافة فقط 180 جنيه، لكنه رضي بالمقسوم وظل يعمل 6 سنوات، حتى فوجئ في هذه الأيام الأخيرة أنهم سيستغنون عن عمله. الفيديو المؤلم الذي نشره مؤخرا، وده اللي قلت لحضراتكم احنا ما حاولناش نجيب الفيديو ونشوف الحروق اللي هو فيها ونشوف حالته، اكتفينا باللي كتبه الأستاذ إبراهيم. الفيديو المؤلم الذي نشره مؤخرا يقول فيه كيف رفع قضية للحصول على تعويض لما جرى له بلا فائدة، وكيف لجأ للنيابة الإدارية بلا فائدة، وكيف تواصلت معه وزيرة الثقافة بلا فائدة، وكيف تواصل مع عضو مجلس الشعب عن دائرته واسمه عاطف عبد الجواد ولا فائدة. لا أريد أن أضع لكم هذا الفيديو الذي نشره فيكفي الآلام، لكن من المهم جدا أنه تعب في البحث عن عمل بلا جدوى، حتى العمل بين العمال في البناء بلا جدوى لأن جسمه لا يتحمل الشمس. والفيديو يظهر كل إصاباته وتشوهاته في وجهه وتحت ملابسه، حتى بعد أن أخبروه أنهم سيستغنون عنه في العمل طلب شهادة بأنه كان يعمل 6 سنوات ورفضوا. السؤال الآن، ألا يستحق هذا الشاب الذي دفع دم براءته وهو طفل أن يتم تعيينه في أي مكان قريب من بلدته ببني سويف باعتباره من ذوي الاحتياجات الخاصة، تعيين وليس عمالة مؤقتة؟ قصر ثقافة بني سويف الذي شهد المحرقة مصمم على إكمالها. الرجاء النظر في حالة هذا الشاب، فمصر ليست ضيقة ليكون له عملا فيها، وتعيين ذوي الإعاقة لن يخرب البلاد. الرجاء النظر في هذه الرسالة بعين الشفقة والحق لذوي الحقوق على بلدنا، ولكم خالص الود والتقدير. والتوقيع إبراهيم عبد المجيد الكاتب والروائي. حقيقة القصة باختصار شديد جدا، الولد 9 سنين كان في المحرقة بتاعت بني سويف وربنا نجاه، لكن أصيب بحروق، خد دبلوم صنايع، اتعين في قصر ثقافة بني سويف عمالة مؤقتة، بعد 6 سنين حصل على الدبلوم، بعد 6 سنين من العمل قالوا له شكرا، هو عاوز شغل. أعتقد أنه حقه علينا، حقه على الدولة، حقه حتى على حد من القطاع الخاص يقول تعالى نشغلك. هنا هذا الموضوع لا ناقة لأحد فيه ولا جمل. يمكن الأستاذ إبراهيم عبد المجيد ما يعرفوش هذا الشاب، أنا ما أعرفوش، أنا ما رضيتش أجيب كمان الفيديو ونعرضه، لكن لرئيس الوزراء، لوزيرة التضامن، لكل من استمع ويمكن أن يساعد هذا الشاب يتواصل برضو معانا، أو نشوف الحل، وزيرة الثقافة تشوف إيه الموضوع، وزيرة التضامن، رئيس الوزراء. لن يعضل هذا الشاب ولن يعضل عمله الجهاز الإداري في مصر. آخر حاجة النهاردة بنبص دايما
على النماذج اللي بتمثل إضافة في مصر. وأنا الحقيقة ناس كتير جدا في الإعلام يتحرجوا إن هم يتكلموا عن المشروعات الخاصة أو الناس اللي بتسهم في الاستثمار في مصر بشكل عام. في مجموعة، المجموعة دي مجموعة عقارية ضخمة اسمها مجموعة شركات الباشا أو الباشا جروب. المجموعة دي بدأت شغلها في مصر من سنين. الناس اللي متابعين شغلها شايفين ان هم حققوا انجازات كتيرة جدا على الارض، لانه الاستثمارات اللي هم بيدخلوا فيها استثمارات متنوعة. متنوعة ازاي؟ يعني بيخدموا بهذه الاستثمارات صناعة البناء بالكامل، يعملوا محطات خرسانية لمجموعات سكنية من عمارات وفلل، لمشروعات الطرق. للمهم هنا برضو اللي هو بيلفت انتباهي انا لتطوير منازل بالقرى الاكثر احتياج. المجموعة شركات الباشا دي بتمتلك حافظة استثمارات ضخمة، والحقيقة هذا التزاوج اللي أنا طول الوقت بقول عليه، أنا في بعض الناس يقول لك أنت المستثمرين وضد المستثمرين وضد رجال الأعمال، إحنا مع كل رجل أعمال أو كل مستثمر عينه على البلد وعينه على الناس وبيقوم بدور اجتماعي في مساندة هذه البلد. دول الناس دي على دماغنا، الناس دي على دماغنا بشكل كبير جدا. فهذه المجموعة زي ما بتشتغل وبتعمل شغلها بتساهم زي ما شفتوا حضراتكم من إجمالي عملها في تطوير البيوت اللي في القرى الأكثر احتياج. احنا عندنا تقرير عن هذه المجموعة هسيب حضراتكم تشوفوه. وزي ما بقول لحضراتكم انت بتلاقي شركة بتمثل وجهة مشرفة للاستثمار في مصر، بتشتغل في مسؤولية اجتماعية، وهو ده اللي احنا محتاجينه طول الوقت. سيبكم مع هذا التقرير تشوفوه، وان شاء الله التقي انا بيكم يوم الجمعة الجاية، وتصبحون على وطن. مجموعة عقارية عندها خطة توسعية طموحة بتقدم مشاريع في كافة المجالات اللي بتدعم اقتصاد بلدها، اقتصاد مصر. مجموعة الباشا العقاري، المنظومة الوطنية المخلصة اللي مؤمنة بإن البناء هو سلاحها جنب الجنب مع دور بلدها في الإصلاح والتنمية. مشروعات كبيرة بتنفذها المجموعة بتدعم فيها خطط الدولة المصرية في التنمية، من بنية تحتية لتنمية عمرانية لتنمية ثروات طبيعية، وفي كل مكان في مصر لمجموعة الباشا مشاركة وتواجد، وكل ده لدعم خطة التنمية الشاملة لمصر، مصر المستقبل. تطوير، تنمية وعمران هم أهداف المجموعة وكل العاملين فيها والمشاركين في مشاريعها، وإيد في إيد دايماً بلدنا لقدام. مجموعة شركات الباشا تم تأسيسها من أكتر من 12 سنة، ووضعت في البداية خطة توسعية طموحة لتنفيذ مشروعات في كافة المجالات بالطريقة اللي تخدم وتدعم الاقتصاد المصري وبأسعار تنافسية وجودة عالية جداً. وبدأت المجموعة على يد سيادة المستشار أسامة عبد الجواد، اللي كان عنده رؤية كبيرة جداً لتجسيد منظومة وطنية من خلال المشروعات بتاعتنا. بدأت مشروعاتنا في الصعيد من خلال مشروعات إسكان الشباب محدودي الدخل التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. فيما بعد كان لينا مساهمة في رصف طرق في الصعيد، في محافظات الصعيد المختلفة، في سوهاج وأسيوط وإنا وأسوان وشمال سيناء. واتسعت حافظة الاستثمارات بتاعتنا وانطلقت لتشمل تبني رؤية مصر الجديدة بقى في تنفيذ مشروعات في العاصمة الإدارية والعالمين والشروق وأكتوبر والعاشر من رمضان. وكان لينا مشاركة وطنية فعالة في إنشاء المزارع السمكية التابعة للدولة في محافظة كفر الشيخ. وكان عندنا رؤية لنقلة نوعية جديدة في مفهوم المجتمعات السكنية العمرانية الجديدة من خلال المشروعات بتاعتنا. نظام الشغل في مجموعة شركات الباشا قايم على تيم وورك واحد، كلنا بنساعد بعض، كلنا تيم وورك واحد من المهندسين والإداريين والفنيين والعمال عشان نوصل لأعلى درجة جودة ومواصفات قياسية معينة
بالطريقة اللي تخدم العميل والمستثمر اللي جايين. كان من خطط الشركة المشاركة في التنمية العمرانية الخاصة بالدولة، متمثلة في المشاركة في إنشاء وحدات سكنية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة للشباب، بما يتيح لكل شاب وحدة سكنية، حيث تم المشاركة في إنشاء وحدة سكنية إسكان اجتماعي تتناسب مع محدود الدخل، وكذلك المشاركة في إنشاء وحدة سكنية تتبع دار مصر لمتوسط الدخل، ووحدات سكنية تتبع سكن مصر متمثلة في الدخل فوق المتوسط. يشارك في هذه المشروعات طاقم إشراف وطاقم إداري مكون على الأقل من 200 موظف، والعديد من المعدات متمثلة في حوالي 30 معدة، ما بين سيارة ما بين معدات تقيلة مختلفة. ومن أهداف شركة الباشا الأساسية والتي لاقت دعم قوي من المستشار أسامة هي الحرص على تواجد كم من الشباب داخل كادر الموظفين المتواجدين بالشركة، وتدريبهم بشكل جيد حتى يكونوا نواة مستقبلا لقيادة أعمال التنمية العمرانية في مصر. المشروع يتكون من 4 عمارات سكنية، كل عمارة بتتكون من دور أرضي وخمس أدوار متكرر، كل دور بيتكون من 4 وحدات سكنية. تتراوح مساحات الوحدات من 115 متر مسطح ل 150 متر مسطح. بالنسبة لحجم العمالة، شارك عندي في المشروع تقريبا حوالي 500 عامل وفني ومشرف، بالإضافة إلى طاقم عمل من المهندسين، 4 مهندسين مدني، مهندس مساحة، مهندس كهرباء. أهم المميزات اللي عندنا هنا الدقة في الأداء، السرعة في التنفيذ، الحرص على تقديم أعلى كفاءة وأعلى جودة، الحرص على تقديم الالتزام بجميع الوعود مع الإدارات المتعاقد معها، الحرص على تقديم الجودة المطلوبة في أثناء التنفيذ. بالنسبة للمشروع دار مصر إسكان المتوسط، هو يعتبر يعني من أهم المشاريع الداعمة في التطور العمراني في مصر. احنا هنا في موقع فيه 10 عمارات، دار مصر اسكان فوق المتوسط، مساحة العمارة حوالي 600 متر مربع، تتكون من دور ارضي وخمسة متكرر، عبارة عن 24 شقة، مساحات من 115 لغاية 150 متر مربع. احنا هنا الاستاف 2 مديرين و4 مهندسين مدني ومهندس معماري ومهندس ميكانيكا ومهندس كهرباء ومهندس مساحة. احنا هنا بنشتغل نظام شيفتات عشان ننفذ المشروع في أقل وقت، فإحنا هنا ما عندناش يعني يوم ما فيهوش شغل، إحنا بنشتغل 7 أيام بحوالي 16 ساعة في اليوم، في شيفت الصبح وشيفت بالليل، بحيث إن إحنا نحافظ على إن العمل ما يتأثرش ويتم تنفيذه في أسرع وقت. إحنا هنا عندنا حوالي على مدار تنفيذ المشروع حوالي 2500-3000 عامل ساهموا في تنفيذ المشروع. بالنسبة للمعدات، عندي جميع معدات المهندسين من بودزرات، لوادر، كلاركات، عربيات نقل، أحمال مختلفة، في كل حاجة بتساعد إن احنا ننفذ المشروع بكفاءة عالية وفي أقل وقت. مشروع عمارات إسكان اجتماعي مكون من موقعين، كل موقع عبارة عن 7 عماير، العمارة من دور أرضي وخمس أدوار، 24 شقة في العمارة، مساحة الشقة 90 متر. بالنسبة للهيكل الإداري للمشروع، عندنا كل موقع فيه مدير تنفيذ مسؤول عن الموقع، مع كل مدير تنفيذ موجود عدد من المهندسين، 3 مهندسين تنفيذ بالإضافة لمشرف معاه، بالإضافة لمهندس المكتب الفني والطاقم الإداري. الشغل بيبتدي من الساعة 8 لحد الساعة 4، معانا المعدات، لوادر معدات، معانا طبعا كان في مرحله الحفارات في وقت الحفر. بدانا المشروع في شهر 3/2019، بدانا باعمال الحفر واعمال الاحلال، وانتهينا من اعمال الخرسانة العاديه بحوالي 3000 متر مكعب، بالاضافه ان احنا انتهينا من جميع اعمال الخرسانات حوالي 10000 متر مكعب.
انتهينا من اعمال المباني في كل العقدين بنسبه 70 او 80% من المشروع، وجاري حاليا اعمال التجهيز والتاسيس لاعمال السباكه، اعمال الكهرباء والتاسيس للحاره وبدء اعمال التشطيب. احنا المحطه دي عباره عن فيدر زائد المكسر زائد خزانات الميه، تمام، زائد العربيات زائد بمبات، ماشي، ومكونه من مهندس فني معمل. المحطه دي بتخدم على مشاريع الباشا عامه، المشروعات اللي واخدها الباشا كلها دي بالنسبه لايه للمحطه. غير بقى معانا مجموعه من سيارات الباشا، تمام، غير العباله مكونين من حوالي 30 عامل شغالين في المحطه. ده بالنسبه لايه للمحطه، والمحطه قدام حضرتك على الطبيعي احنا بندخل حوالي 300 طن اسمنت في اليوم، غير السن غير الرمله، بيدونا حوالي ما يقرب عن حوالي 1000 متر خرسانه في اليوم. دور كبير لمجموعه الباشا، نموذج يقتدى به، مثال مشرف على شركة بتسند وتساهم في تنمية وعمران بلدها. عملهم على قدم وساق ولسه مكملين مع حلم المصريين، مصر المستقبل.